عندي بالاربع ساعات بالنهار، حاجتي واجهزتي باظت، اكلي وقوت عيالي باظوا، بالليل بيقطع ساعتين ونص، اسكت في ايه؟ وانا بقول رايي، انا معترضه. ايوه انا معترضه، حاجه انا بدفع ثمنها انت بتقطعها لي ليه؟ قطع الكهرباء عن المصريين في درجه حراره ما بتقلش عن 40 وبتوصل ل 45، يعني درجات حراره غير مسبوقه في مصر، وتقطع عني الكهرباء، دي ما اسمهاش تخفيف احمال، دي اسمها تخفيف ارواح. عندي سؤال، يعني هو ليه الحكومه المصريه مش مراعيه ان في طلاب ثانويه عامه؟ يعني بصوا يا جماعه، انا عندي امتحان ايطالي بكره، تمام؟ امتحان ايطالي بكره، بصوا الساعه كام؟ حلو قوي، النهارده الكهرباء عندي قطعه كام ساعه بالظبط؟ 7 ساعات ونص بالظبط، 7 ساعات ونص، منهم ثلاثه، تمام؟ منهم ثلاثه في من الساعه 9 لحد الساعه 12. النهارده ما كناش عملنا بنية أساسية في إنتاج وتوزيع والتحكم في شبكة الكهرباء، أنا ما كنتش أقدر أقول للأوروبيين أنا عندي فرصة إن أنا الطاقة الجديدة والمتجددة أقدر أنتجها في مصر بكميات كبيرة وأوصلها لهم. والكلام ده أنا قلت لوزير الكهرباء في 2000، أنا توليت المسؤولية في 2014، قلت له أنت متصور إنك أنت السنة الجاية الكهرباء دي ما تتحلش اللي بقى لها 7 سنين؟ لو ما تحلتش البلد دي هتخرب وتضيع.